السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعض الناس بدأت ترسل رسائل: يا عبد الرحمن، الذهب بدأ سعره ينزل والدولار بدأ بينزل في السوق الموازية، هو احنا كده اللي راح اشترى ذهب شربه؟ شربه كده خسارة. يا جماعة والله العظيم لعبة بتتعمل عليكم. اللي معاه ذهب يحافظ عليه واللي معاه دولار يحافظ عليه. فكرة يقول لك الدولار نزل في السوق الموازية من 38 ولا من 40 ل 38، اوبا ده نزل 2 جنيه، اوبا ده ممكن ينزل اكتر من كده، الا طلع الدولار اللي معاك واصرفه. هو عايز يوصل لك للحتة دي. فكرة يقول لك الا ده الذهب بينزل فتطلع الذهب اللي عندك وتبيعه، هو غرضه ان يوصلك للجزئية دي. هو بيعمل ايه؟ بيهبط الاسعار سنة، بيخفض بالاسعار سنة عشان يسحب اللي في السوق، يسحب اللي في السوق. وهثبت لك بدليلين، منهم دليل لن يستطيع البورس اللي بيدعم عبد الفتاح السيسي انكاره. المهم ان هو قصده بتخفيض الاسعار ده يسحب الدولارات اللي في السوق، يسحب السيوله الدولاريه اللي في السوق، يخلي الناس تبيع الذهب بتاعها. فهو ايه؟ ياخد الذهب ده، لان السيسي انشا صندوق اسمه صندوق ايه؟ صك الذهب، او صندوق الذهب السيادي او حاجه زي كده. ده صندوق من الصناديق اللي بيعملها، هو غرضه ان يجمع الذهب اللي مع الناس، يجمع الدولارات. فعشان كده عمل حركه ان الحق ده السوق الموازيه سعره نزل، والحق ده الذهب سعره بينزل. فانت بقى اشتريت لك ذهب ولا حاجه ولا معاك دولار، ايه ده، انا هخسر، وتروح مطلع الفلوس معاك. اثبت وما تطلعش دولار واحد ولا تفرط في غويشه. عارف ليه؟ علشان هو بيعمل حركه عشان يسحب اللي في ايدك. طيب دليلك ايه يا عبد الرحمن؟ ابدا لك من الدليل الاول. الدليل الاول ان السؤال يا جماعه المنطقي، ايه اللي ادى لانخفاض الدولار في السوق الموازيه؟ هل عشان بقى عندنا دولار كتير في البنك المركزي؟ ما عندناش ومش عارفين نسدد ديوننا، صح كده؟ طيب ايه الدليل واثبت لك ان ما عندناش وما عرفناش نسدد ديوننا؟ ما عليك، لو سمعت مؤتمر القمه العربيه بالامس في جده، شوف كلمات كل رؤساء ووفود الدول العربيه وامرائها، هتلاقي كله بيتكلم اما عن السودان اما عن كذا اما عن كذا، الا عبد الفتاح السيسي زود تاتش في البدايه قبل ما يتكلم عن السودان وكذا، قال لك الدعم والتمويل للدول الناميه. هو ما معوش، هو ما لن يترك عارف انت مهرجان مولد النبوي اللي بيتعمل في الحسين ومش عارف مهرجان مين، هيروح السيسي هناك ويتكلم عن الدعم والتمويل. وايه اللي خلى الذهب انخفض سعره؟ هل عشان بقى عندنا دولار؟ ما عندناش، وانت عارف ان احنا ما بقاش عندنا دولار كدوله، وبالدليل مش عارفين نسد ديوننا، والدليل ان احنا بنبيع شركاتنا صح ومصانعنا صح، عارضين 34 فندق و32 شركه، يعني 67 شركه وفندق عارضينهم للبيع صح. الدليل برضو ان الجيش عمال السيسي يضغط عليه عشان يعرض شركاته، الدليل ان السيسي عمال يضغط عشان ياخد شريحه الثانيه من صندوق النقد الدولي اللي هي 314 مليون دولار. ف 314 مليون دولار في دوله فيها 110 مليون انسان يعني ما لهمش قيمه. فيبقى السؤال المهم اللي بساله لحضرتك، ايه اللي جعله ياخد هذا القرار، او ايه اللي خلى الذهب ينزل سعره والدولار ينزل في السوق الموازيه؟ عشان بقى عندنا فائض من الذهب؟ ما عندناش. عندنا فائض من الدولار؟ ما عندناش. عشان كده بقول لك لو كان عندنا فائض من الدولار ما فتحش الاستيراد ليه؟ عشان الاسعار ترخص عليك يا مواطن، يا مواطن. لما الذهب بينزل والدولار المتحكم في اسعار العالميه بينزل، الطبيعي ان الدولار اللي متحكم في الاسعار العالميه بينزل يترتب عليه انخفاض في الاسعار. بل ان اللي راح فتح لك مصنع بطاطس بالصوره الشهيره دي، تاني يوم سعر البطاطس غلي. قلتها لكم في الفيديو اللي فات، وانا قلت لكم ده ما دخل مشروع الا دمره وعلى الاسعار فيه. يدخل مشروع السمك والمزارع السمكيه، كل سنه وانت طيب مش هتاكل سمك تاني يا مصريين. يدخل مع الجيش موضوع الفراخ، والفراخ البرازيلي المصريين ما ياكلوش فراخ تاني. يدخلوا معاهم اللحوم واللحوم السوداني واللي تشادي، المصريين ما يشوفوش اللحوم تاني. فيبقى السؤال في الدليل الاول، ايه اللي خلى الدولار والذهب نزل؟ هل علشان بقى عندنا فائض من الدولار ومن الذهب؟ مفيش عندنا فائض. والدليل انت كمواطن بسيط جدا، وارد لا يكون عندك دولار ولا عندك ذهب، بس بتروح تشتري السلع الغذائيه، السلع نزلت ما نزلتش، يبقى الدولار مش موجود لان الاستيراد ما فتحش. والاستيراد ما فتحش ليه؟ علشان اصلا مفيش دولار السيسي يروح او رجال الاعمال ياخدوه من البنك يروحوا يجيبوا السلع بتاعتهم اللي متكدسه في الموانئ. اعتقد الدليل الاول عقلاني ومنطقي جدا جدا، بس وارد انت كانسان بورصي بقى سيساوي بتقايد عبد الفتاح السيسي ما تقتنعش بيه وتقول يا اخواني يا عميل يا متآمر. جميل جدا. تختلف عن كانسان بورص، تختلف على وطنيه محمد الباز في شيء؟ لا طبعا، محمد الباز وطني
واعلامي شريف، لو انتوا عندكم دولار وسعر الذهب نزل وسعر الدولار في السوق الموازيه نزل، ليه محمد الباز طالع في الفيديو بتاعه؟ وسامحوني طبعا مش عارف اخد الفيديو بتاعه علشان بقى يحط عليه حقوق شديده جدا فبتاثر على القناه عندي، في الخبر اللي امام حضراتكم قال لك ان الحل اللي بيحصل في الازمه الدولاريه سببها الشعب المصري. تمام، يعني مش سببها عبد الفتاح السيسي اللي راح عمل كباري وكباري 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 وخد مليارات وتريليونات وخرجها بره في بنوك بحساباته الشخصيه، مش سبب عبد الفتاح السيسي اللي ما رضاش يعمل شركات تنتج ولا مصانع تصنع ونبيع ونجيب دولار، لا 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 لا، سبب الشعب المصري. مش دي جزئيتنا واتكلمنا فيها 50 مره، لكن نكمل الخبر. محمد الباز قال لك سبب الشعب المصري اللي ايه بقى؟ اللي محافظ على الدولارات بتاعته، اللي راكن الدولارات بتاعته. وهو دي المغزى يا جماعه، لما هو الدولار انخفض والذهب انخفض، ليه مخرجين الاعلام بيطالب الشعب المصري ان يخرج الدولار اللي عنده؟ علشان هي دي اللعبه، يحسسك ان الدولار بينخفض والذهب بينخفض، فانت اوبا الدولار هينزل، اوبا روح بيع الدولار مقابل الجنيه. فتيجي تبيع الدولار مقابل الجنيه النهارده، بعد بكره تلاقي الدولار بقى ب 40 جنيه، فتلاقي نفسك عمال تعمل كده. بص خلاص كل اللي حوشته وعملته خسرته. علشان كده في الدليل الثاني بقول لك مخرج اعلامه بيقول لك ان الناس عندها ذهب، الناس عندها دولار، احنا الازمه اللي بتحصل في مصر بسبب الشعب اللي راكن الدولار. يعني معنى كده في ازمه، ومعنى كده هو عارف ان الشعب راكن دولار. هنفترض ان الشعب راكن دولار، كل الشعب، كل الشعب عديها الناس لبعضيها، فنفترض ان الشعب راكن دولار. لما هو الشعب راكن دولار، انتوا ليه بتخرجوا اعلامكم تخلي الناس تخرج الدولارات اللي عندها لما هو الدولار بقى كويس وبينزل والذهب سعره بينزل امام الجنيه المصري العظيم اللي بيتطور؟ دي يا جماعه توري حضراتكم قد ايه كل اللي بيحصل مجرد الاعيب بتمارس على الناس. الحق الذهب نزل، الحق الدولار نزل، الحق طلع الجنيه اللي معاك يا ولد، الحق اجري فك الدولار اللي معاك يا ولد وحوله له جنيه، هوبا ينضحك عليك زي شهادات الاستثمار بالظبط وزي التفريعه بتاعت قناه السويس. فتطلع اللي حلتك تروح تحوله من دولار اذا كان معاك، تحوله من دولار لجنيه، فاذا بيك تتفاجأ ان بعت منها بتاني يوم يروح محرك لك الايه؟ الدولار لفوق. طب انت فكيت الدولار ب 35 جنيه مثلا، هوب بعت منها بيومين ثلاثه تلاقيه ب 45، طب خسرت في الدولار الواحد 10 جنيه في السوق الموازيه. لعبه بتمارس عليكم علشان اللي معاه دولار يطلعه واللي معاه ذهب يفكوا ويروحوا يحولوا لجنيه، والسيسي قال لك احنا عملنا صندوق سيادي للذهب. فهمتوا يا جماعه القصه؟ اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد، ما هي الا لعبه بتحصل للشعب المصري. الدولار هيرتفع والذهب هيرتفع ومفيش بدائل ولا اي شيء يملكه عبد الفتاح السيسي ولا اراضيشه ولا اعلامه ولا بنك مركزي ولا وزير ماليه ولا غيره ولا غيره، ما يملكوش ادنى حل من فكره اخراج مصر والشعب المصري من الازمه الاقتصاديه اللي بيعيشوها. فعشان كده هو شغال لك على فكره ايه؟ فناكيش. شغال كده قاعد ظابط مخابراتي كده عمال يفكر يقول لي طب ما ايه رايك ما نعمل حركه كذا كذا، ان الذهب سعره نزل وان الدولار نزل والشعب المصري هيروح جاري على طول فكك الدولار والذهب اللي معاه نلبسه، فالشعب ده يلبس وتاني يوم نعلي الدولار والذهب تاني. هي دي القصه يا جماعه اللي بتحصل عليكم، وانا بدعوكم ان اللي معاه دولار او ذهب حافظ عليه علشان هيرتفع 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 شاء من شاء وابى من ابى. النهارده 20 مايو 2023 احفظوا الفيديو ده وشوفوا بعد شهر الحركه اللي عملوها في الذهب والدولار، بعد شهر من النهارده شوفوا هيكون مرتفع قد ايه، ووقتها هتقولوا الحمد لله ان احنا لا فكينا الدولار ولا الذهب اللي معانا ده، لو الناس معاها دولار ولا او ذهب اصلا. لكن الفيديو بشكل عام بشرح لحضراتكم الالاعيب اللي بتحصل على الشعب المصري من السيسي وعصابته. سلام عليكم.